خلصنا فطاير اليوم بالعافية، مطبق لازم نصب عليه عسل، يطلع مرة لذيذ. وبالعافية عليكم وعليكم، أحلى مطبق بالجبن. يا مساء الخير عليكم، سعد الله اوقاتكم. بجهز حمسة رجل الفطاير، حطيت زيت زيتون، حطيت البصل المفروم، حمسته لين صار لونه ذهبي، حطيت الفلفل الملون حار وبارد، حطيت البهارات المشكلة والملح، الرجلة بعد ما فرمتها حركتهم زين، حطيت صنوبر وزركش اختياري، بعدين حطيت بقدونس وكزبرة خلطتهم مع بعض، والحمسة صارت جاهزة. تحطون في فطاير، تحطونها مع رز، تاكلها مع خبز، مرة حلوة. وبالعافية. جات لي شوي عجينة بصلحها في طاير الرجلة، تسمونها رجلة ولا بربير ولا بقلة، والله ما ادري ايش تسمونها، انا اسميها رجلة. فعجنت لي شوي، تقريبا كوبين طحين بس، ما كثرت، انتظرت تتخمر ان شاء الله اصلح. بسم الله توكلت على الله. العجينة عندي تقريبا تخمرت، بسم الله. ما بالوقت زي اول، الحين الوقت حر. اخذ قطعه كورها كوره صغيره وبصلحها بالرجله. شايف الحشوه ما شاء الله كانها سبانخ، اول مره ترى اصلحها. كور العجينه كوره صغيره، نبدأ بسم الله. شكلونا عاد بالطريقة اللي تناسبكم، نفس طريقة السبانخ، فطير السبانخ تسوونها على شكل نص دائرة، تسوونها على شكل زي ما بسوي الحين. حط الحشوة وسكرها. هذا الشكل. مسكرها على شكل ورق. قلت انا صلحت كاسين بس الظهر انها كثيرة، ما راح استهلكها كلها في الرجلة، لاني عارفة عيالي ما راح ياكلون، فبسوي الباقي مطبق جبن لهم ان شاء الله، او كروسان عاد بشوف ان شاء الله يكتب. شايفين تلموها كذا وتخلونها على الوجه الثاني، احسن احسن الطريقة دي اسهل. ولا تسوونها على شكل الضفيرة، فطيرة الضفيرة حلوة. ريحتها مرة حلوة. أنا بس الحين أشم أبعدقت، بس شكلها كنا نكهة السبانخ بالضبط. الرجل أصلا حلوة عموما، أنا أحب الرجل حتى في الإدامات وفي المرق، أسويها لحالها مع الرز مرة حلوة. بصلحها بالضفيرة. وما كثرت لاني عارفتهم ما راح ياكلون، يمكن عبد السلام ياكل، الباقي ما راح ياكل. عندي ما تبقى من العجينة بقسمه قسمين، بفرده في الصينية الطبقة الأولى، بعدين احط عليها جبن سايل، ممكن تحطون جبن سايل مع قشطة،
وافرد الطبقه الثانيه واغطي عليهم، وبعدين امسح البيضه وارش عليها سمسم وحبه سوداء ادخلها الفرن. بعد ما تستوي تسقونها شيره او عسل، وان شاء الله ان الكميه تكفي. ما ادري احس شايفين حطيت جبن سايل، ندهن الطبقه كلها، بفرد الباقي واحطه على الوجه. حاول الأطراف شوي ما تكون فيها، شايفين هذه حطيت الجبن وحطيت طبقة ثانية، دهنتها بيضة ورشيت سمسم وبرش حبة سوداء، بغطيها ترتاح كذا 5 دقايق بعدين أدخلها الفرن. شايفين مطبق الجبن، وزي ما قلت ممكن تحطون قشطة مع الجبن يطلع حلو. الفطاير خلاص تخمرت تقريبا، دهنتها بيضة وحطيت عليها حبة سوداء، بدخلها الفرن الحين.